أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات. التاريخ ليس مجرد أهواء ونزوات، بل هو وقائع وأحداث وتركيب وتحليل. ليس من السهل الحديث عن تاريخ المخابرات المغربية نظرا لما يكتنفها من الكثير من التعقيدات. أولا، قلة المراجع والمصادر وقلة المعلومات المتناثرة هنا وهناك ومحاولة جمع شتاتها. في شخصية محمد العشاشي، وهو الأب الروحي للمخابرات المغربية بدون منازع، سيرة رجل وسيرة مؤسس للمخابرات المغربية في بداية تشكلها ورهانها الدائم على العمل السري كعمل أبدي. في شخصية محمد العياشي تتناسل الكثير من الأسئلة، أسئلة مرحلة بداية الستينات والمعارضة القوية للملك الحسن الثاني، وكذلك للكثير من الأسئلة المقلقة عن معارضة قوية يقودها أحزاب مغربية قوية وجها لوجه مع النظام دون خوف ودون مواربة. في شخصية محمد العشاشي ومن كان من معه من الرعيل الأول يطرح كيف تأسس هذا الجهاز، وكيف قاد مجموعة من العمليات بين 1960 و 1973 بنوع من القمع والقسوة والمعتقلات السرية والأجهزة السرية المتفرعة هنا وهناك، والتي تبحث عن المخابئ والأسرار والملاجئ. من يكون محمد العشعاشي وما علاقته بالجنرال محمد أفقير، وعلاقته بدليمي، وعلاقته كذلك بالملك الحسن الثاني، وكيف أنهى شبح شيخ العرب، وكيف عاش انتفاضة 1965 وحالة الاستثناء وانقلاب الصخيرات وانقلاب البوينغ. شخصية مركزية ساهمت في الإعداد لاغتيال شهيد الشهداء وشهيد الحركة التقدمية المهدي بن بركة. نحاول فقط لمع شتات هذه الشخصية بين الكثير من الصفحات، لذلك ابقوا معنا، فللحكاية والحكاية هذا الرجل طعم آخر ومذاق آخر، لابد من إجلاء الصورة كاملة عنه، أو على الأقل تقريب الصورة للكثيرين. محمد العشاشي من مواليد مدينة القنيطرة سنة 1929، سنة قبل تقديم الظهير البربري، وفي نفس السنة سنة الأزمة الاقتصادية الكبرى لسنة 1929. ينحدر من أسرة فقيرة وبسيطة، حاصل فقط على الشهادة الابتدائية كما هو الشأن للكثيرين من أبناء الطبقة الفقيرة خلال هذه المرحلة، ولكن بعصامية كبيرة وذكاء حاد. شأنه كشأن عبد الحق العشعاشي الذي يقربه في الدم وفي العائلة وفي المستوى. في بداية الخمسينيات من القرن الماضي وفي أوج الحركة الوطنية، كانت الحركة الوطنية
وحركة المقاومة تتصدر المشهد السياسي بحثاً عن استقلال المغرب. بالموازاة، كان البوليس السياسي الفرنسي الاستعماري ومكتب التوثيق بالرباط يبحث عن تكوين مخبرين يجيدون إعداد التقارير والمساهمة في العمل الميداني وفي كتابة هذه التقارير بنوع من الدقة. هكذا ولج محمد العشعاشي بدايته الأولى في العمل المخابراتي إلى جانب عبد الحق ساكا ومحمد أفقير ومحمد الدليمي، وبدأت هذه المجموعة تكبر شيئا فشيئا بالعديد من التكوينات خلال فترة الخمسينيات، وبدأت تبرز شخصية المخبر التي تتجدر في محمد العشعاشي، بينما بقي أفقير ودليمي رجال عسكر نظرا لتكوينهم العسكري. ومن هنا بدأت انطلاقة محمد العشعاشي في العمل المخابراتي. بعدما تم تعيين محمد أفقير وزيرا للداخلية سنة 1960، فيما كان محمد الغزاوي الذي تم تعيينه مديرا للمكتب الشريف للفصلات، أصبح أفقير المسير الأول للكاب واحد أي المخابرات المغربية، ونائبه أحمد الدليمي في جمع مهمتين العمل الاستخباراتي ووزارة الداخلية. إلى جانب هذين الرجلين المنحدرين من العسكر، تسلم محمد العشعاشي كرجل مركزي في الكاب 1 إلى جانب عبد الحق ساكا ومحمد المسناوي وبديع المسناوي والآخرون، تسلم محمد العشعاشي منصب مصلحة مكافحة الشغب، وكان مجموع العملاء تقريبا يشتغلون تحت تصرفه حوالي 300 عميل، منهم 200 عميل تحت تصرفه بشكل مباشر. في هذه الفترة أي عهد الستينيات، عاش المغرب على إيقاع تأسيس حزب معارض خرج للوجود، هو الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1958 بقيادة المهدي بن بركة، وعلى ما تبقى من جيش التحرير الذي كان يرفض يعني أفكار الحسن الثاني جملة وتفصيلا، ويسعى بكل الوسائل للمواجهة بينه وبين الملك وبين النظام. لذلك كان دور العمل المخابراتي دورا أساسيا في تعقب المعارضين والبحث عنهم واحدا تلو الأخطر وترتيبهم حسب درجة الخطورة. أغلب المعارضين يجيدون بشكل كبير عمليات التخفي تحت أسماء حركية وأسماء مزيفة من الصعوبة تقفي أثرهم نظرا لما ركموه من خبرة طويلة، سواء في الخمسينيات أو في جيش التحرير أو في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. من هذا المنطلق انطلق فكرة محمد العشعاشي في تقوية نفوذه مستغلا خبرته في إعداد التقارير وكذلك التكوينات التي تلقاها رفقة بعض الأمريكيين من المخابرات الأمريكية، بينما كان محمد أفقير ينزع نحو السلطات الفرنسية، كان يعني محمد العشعاشي يوطد علاقته بالمخابرات الأمريكية ويتعلم الكثير من الأشياء في هذا الصدد. سنة 1962 سيظهر يعني محمد العشعاشي يعني قدرة كبيرة، وهو الذي سيكون له دور كبير في إحداث القطيعة بين نقابة الاتحاد المغربي للشغل وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بين طرف مهاد للنظام وطرف ثوري ضد النظام. يعني هذه عملية التقرب من الحسن الثاني، بدأ يعرف ملامح الرجل وشخصية الرجل وقدرته كذلك
في العمل المخابري المخابراتي، وسيأتي عامل مساعد لعب الكولونيل الأمريكي مارتن من المخابرات من وكالة المخابرات الأمريكية لاسيا دورا كبيرا في التقريب بين الحسن الثاني ومحمد العشعاشي ليحظى بمكانة خاصة لدى الملك الحسن الثاني. لذلك برهن محمد العشعاشي في القضاء على شبح شيخ العرب وكذلك القضاء على العديد من المعارضين في جيش التحرير وكذلك العديد من المعارضين في حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وملاحقتهم داخل المغرب وخارج المغرب، وهو الذي أعد خطة بويا البشير لاختطاف المهدي بن بركة قبل أن تسوء الأمور بباريس، وكذلك كان شاهدا وحاضرا في إعداد تقارير عن انتفاضة الطلابية لسنة 1965 وكيف أن أفقير حمل الهليكوبتر ورشاشه وراح يطلق النار وعيرته النارية دون حسيب ودون رقيب. وكان يعني محمد العشعاشي يعد الكثير من التقارير في هذا الصدد ويرسلها مباشرة إلى الملك الحسن الثاني. ابقوا معنا. إذن انطلاقا من سنة 1965 وإعلان حالة الاستثناء، بدأ محمد العشعاشي يتحكم في الكاب ويوجهها حسب يعني ما يراه مناسبا ويوسع من دائرة اختصاصاتها. كثرت المعتقلات السرية وكثرت الإعدامات والاختطافات وحالات القمع وحالات الطرد في صفوف المناضلين. ومع هذا ظهرت حركة سياسية جديدة، حركة 23 مارس وحركة إلى الأمام، ومعها صعوبة العمل الاستخباراتي نظرا لشدة القمع والقدرة على تستر والتخفي لدى المناضلين. وحاول محمد العشعاشي اختراق العديد من الأحزاب المغربية المعارضة ومن المنظمات السرية حتى جاء انقلاب 1971 وانقلاب 1972 ليغير الكثير من مجرى الأحداث السياسية بالمغرب، ولتتأسس على ضوئها المخابرات المغربية في مرحلتها الثانية مع ما راكمت من عمليات وأخطاء قاتلة واستغلالها للصناديق السوداء وبروز شخصيات لديها الكثير من الثراء وسلطة أكبر ونفوذا أكبر. بعد أكثر من 50 عاما في العمل الاستخباراتي سيتقاعد محمد العشعاشي ويعاني من أمراض مزمنة، وفي 26 شتنبر 2017 سيموت مؤسس المخابرات المغربية والأب الروحي لها بعد صراع طويل مع المرض. بعد رحيله قامت ابنته رشيدة بتقديم شكاية إلى وكيل الملك بالقنيطرة ضد أختها لمياء وأخيها بن ناصر حول إرجاع وثائق مهمة قاموا بسرقتها، تقول أن الوثائق عبارة عن وثائق سرية تخص الحياة المهنية لوالدها ويجب من اللازم تسليمها للدولة نظرا لما تحمله من أسرار. هناك العديد من طبيعة الحال من النقط العالقة ومن الثغرات الكبيرة حول كتابة سيرة هذا الرجل محمد العشعاشي، يوما ما سيكشفها الباحثون في كتابة سيرة هذا الرجل وأدواره الخطيرة في عملية تأسيس المخابرات المغربية انطلاقا من الستينيات من القرن الماضي وعمله في العمل الاستخباراتي لأكثر من 50 عاما، وكذلك علاقته الوطيدة مع الحسن الثاني
في لحظات حرجة من تاريخ المغرب. توفي الرجل عن عمر يناهز 88 عاما، أغلب أوقاتها في العمل الاستخباراتي والمخابراتي. نأتي إلى نهاية حلقتنا. كل المنى، شكرا لدعمكم للقناة، شكرا لتعليقاتكم ولتوضيحاتكم وكذلك لأسئلتكم. فقط عمل يعني نبحث عن الحقيقة من خلاله ونبحث عن صورة المغرب كما هو. إلى لقاءة متجددة بحول الله. كل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم عبد الله، وإلى لقاء متجدد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.